مرحبا أصدقائي، اليوم التاريخ 10/9/2018. في عنا طبعا هذا الموسم موسم في فصل الخريف، موسم قطف العنب وجمع المحاصيل، يعني في جبال الضفة الغربية فلسطين. نفرجيكم في جولة كيف بدنا نقطف هذا العنب. العنب طبعا حلو آخره، حلو يعني على الآخر، مش في أي نسبة حموضة، عشان هيك بدنا نعمل تطلي أو دبس. تطلي العنب بسموه الدبس، لأن هنا طبعا زي ما بتشوفوا عنب لونه أصفر لمسته كثير، فهذا العنب المناسب لشغل الدبس. زي ما شايفين أول قطف بدي ألقطه، طبعا أنا مش راح أقطع بداية، عشان هيك راح نمسك المقص ونقطع من خلال المقص الدوالي. طبعا هون في عنا الدوالي اللي لونها اصفر، العنب يعني تعبان شوي، اللي بسموه الدوالي البتوني. شايفين كل هاي دالية واحدة اللي بتشوفوها من هان لهان، كلها دالية واحدة، عشان هيك حبيت جاية صغيرة شوية لأنه حاملة كثير. شايفين العنب فاض زاكي كثير كثير لأنه حلو حلو. طبعا بصادف إنه اليوم في الخليل، طبعا جنوب الضفة، في عندهم عاملين مهرجان العنب في منطقة الخليل اللي بتتميز بأجود أنواع العنب. احنا محضرين كراتين بتاعت خضار او بندورة، نعبي يمكن 4-5 كراتين من خلال من دليتين او ثلاث، مسوين طنجرة دبس كبيرة. كل الطف هذا فكيت ورا دم بحيث تستعبوا فيه كل يا مقص هرعة من ورا وهنا حطائر وأنا
رجعنا لكم بعد ما قطفنا العنب حوالي 8-6 كراتين مع سطلين. هاي الكمية راح بعد شوي راح نقوم بفرطها واستخلاص العنب. طبعا بنضيف وبنشيل العنب الخربان عشان نطبخه بطنجرة على النار. ماما خلص عيوني خلص شو بحطها تعرف انها حبة بس اليوم ما جبت شركة. طبعا هاي المرحلة الأخيرة من شغل العنب الدبس. طبعا الطبخ على النار لساعات طويلة من الساعة 6 يمكن لبعد العصر بعد ما تم فرط كل العنب. تحول للونه طبعا بعد الطبخ لأسود تقريبا بني غامق. هذا هو الدبس عصير العنب. ما تطبخش بحام.